برياني. الوصفه دي طلبت مني كتير جدا رغم انها بسيطه وسهله بس فيها كل الاطعمه الحلوه. تبلت الفراخ في زبادي وزيت زيتون وميكس توابل هكتبه لكم تحت الفيديو. انا هنا استخدمت الدبابيس وفي زيت هنزل قرفه حبهان وقرنفل. هقلب التوابل في الزيت كده وبعدين انزل عليها البصل على طول يتحمر اكنك بتعمل بصل للكشري. اول ما البصل يتحمر هطلعه وانزل توابل تاني حبهان وقرنفل وتلات ورقات كده ورق لورا. هنزل الفراخ بتاعتي وبالتتبيله واشوحها كويس قوي وارش عليها رشه كده من البقدونس ومن النعناع. تقلبتين حلوين كده واول ما تتشوح وتاخد اللون الحلو ده انزل عليها ميكس تاني من التتبيله اللي احنا كنا عاملينه. معلقه كبيره من الثوم وكوبايه ميه واسيبهم ياخدوا يدوا مع بعض. في حله بقى هنزل رز مغسول ومتصفي وانزل عليه الميه واحط عليه قرفه وحبهان ورشه كده من الملح. اقفل عليه وهدي النار افتح هتلاقيه استوى. هاخد الرز واحطه على الفراخ ومعلقه كده من ميه الزعفران او لون اصفر ورشه كده من البصل اللي احنا عملناه وبقدونس ونعناع. طبقه تانية من الرز ونفس النظام بصل ميه زعفران او لون اصفر بقدونس ونعناع. كده البرياني بتاعك جاهز شكله